إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور حميد الشجني الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حميد أهلا بك. إذن تأخرت زيارة سوناك إلى واشنطن منذ أكتوبر الماضي، المعتاد أن رئيس الوزراء البريطاني بعد تسلمه لا يتأخر هذه الفترة الطويلة لزيارة واشنطن، ربما بسبب الفتور، فتور العلاقات بين رؤساء الوزراء السابقين وبايدن. فالتساؤل هنا، كيف يمكن أن يصلح سوناك فتور العلاقات بين لندن وواشنطن؟ مرحبا. يعني في الحقيقة أن الزيارة لم تتأخر، يعني هذه هي الاجتماع الرابع خلال تولي سوناك لرئاسة الوزراء مع بايدن. هذه الزيارة الرسمية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك لقاءات سابقة، ثلاثة لقاءات سابقة قبل هذه الزيارة. هناك كثير من المحادثات التي تجري تكاد تكون يعني شبه يومية بين وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية. هذه الزيارة أهميتها الاقتصادية البحتة، حيث أن هناك مشكل الآن بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة أقرها الكونغرس يعني بمقدار 370 مليار دولار لدعم الطاقات الجديدة، بمعنى يعني سميت الباكج بتاع يعني بايدن الخضراء، وهذه تدعم الشركات الأمريكية فقط، يعني ستؤدي إلى عملية تشجيع الشركات الأمريكية على استخدام الطاقة البديلة بالنسبة للسيارات، بالنسبة للتدفئة الداخلية في المنازل، بكثير من الأغراض. وهذا أدى إلى ردة فعل عالمية، ليس فقط من قبل بريطانيا وإنما من قبل كثير من الدول الشريكة لأمريكا، الدول السبعة على سبيل المثال وغيرها، حيث يعتبر هذا انتهاك لمعاهدة التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى أفضلية الأمريكان وأحقيتهم في العمل. نعم يعني دكتور حميد، يعني فقط لأن الوقت يداهمنا، يعني أنا قلت أنها زيارة تأخرت كون أن المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني يذهب إلى واشنطن ليس بهذه الفترة الطويلة حتى يزور. نعم هناك لقاءات سابقة. لنذهب إلى سؤال آخر، وهو الملف الاقتصادي المهم الذي قلت أنه حمل هذا الملف الاقتصادي. هل سيتمكن وفق رؤيتك سوناك من التأثير على القيادة الأمريكية اليوم لتغيير وجهات نظرها حول استغلال الملفات الاقتصادية وخصوصا الطاقة الخضراء، وإضافة إلى ذلك موضوع تطور الذكاء الصناعي الذي يريد سوناك جعل مقر منظمته في لندن؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تولي العلاقة البريطانية الأمريكية أهمية خاصة في كثير من الشؤون، حيث تعتمد على بريطانيا في بعض الملفات التي تتحدث فيها مع أوروبا. هل ستعطي بريطانيا كامل الصلاحيات أو يعني صلاحيات خاصة؟ لا زال الوقت مبكر. هناك العلاقة كما أسلفتم، يعني هناك بعض الحساسيات الموجودة بين المحافظين في بريطانيا وبعض الديمقراطيين في أمريكا. هناك أيضا تحفظ من قبل الإدارة الأمريكية في عملية الأولويات، فالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن تعطي أولوية للداخل الأمريكي، وهذا يجعل الكثير يخافون أن تصبح أمريكا منعزلة، وهذا الذي يؤدي إلى القلق الذي يبديه الكثير. بلا شك أن سيكون هناك بعض الهوامش التي ستعطي أمريكا لبريطانيا أولويات، وسيكون هناك تحسين في الأداء بسبب العلاقة الوطيدة في حرب اليوكرين وغيرها. نعم. وهذه ملفات أمريكا ضروري أن تعطي بعض التشجيع لحلفائها كي يستمروا معها، ولن تغلق الباب يعني بشكل كامل. نعم نعم. من لندن الدكتور حميد شجني الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.